السلام عليكم أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، معكم مرة أخرى أستاذ رشيد قنيطري، أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا. نقدم الحصة الأخيرة وهي الدرس رقم 12 من الجزوءة الثانية والمتعلق بملف حول دور الجمعيات والمنظمات الغير الحكومية في خلق التوازن البيئي. على مستوى هذه الوحدة سوف نصل إلى مجموعة من المفاهيم، خصوصا التعرف على مفهوم الجمعية والمنظمة الغير الحكومية وأهدافها المسطرة، بالإضافة إلى دور الجمعية والمنجزات التي حققتها، ثم على المستوى المواقفي أو الوجداني محاولة إدراك أهمية الانخراط في العمل الجمعوي باعتباره لبنة أساسية في بناء دولة الديمقراطية. على مستوى التمهيد الإشكالي، سبق أن رصدنا على أساس أن إعداد التراب الوطني هو عبارة عن سياسة تدخلية لكن بمقاربة تشاركية، على أساس أن إعداد التراب الوطني يهدف إلى محاولة خلق تجانس مجالي وتوازن بيئي، لكن هذا التوازن وهذا الإعداد لا بد له من شريك، وهذا الشريك لن يكون إلا في إطار المجتمع المدني والذي يتعلق بالجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية. إذن على مستوى التمهيد الإشكالي، لقد تزايد الاهتمام مؤخرا بالبيئة نظرا لما تشهده من تدهور بيئي زادت من حدته مشكلة التلوث البيئي واستنزاف الموارد الطبيعية وغيرها من المشكلات التي أصبحت تهدد حياة الأجيال الحالية ومستقبل الأجيال القادمة، كما رصدنا في الدرس السابق على أساس أن من أهداف الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني وهو التنمية المستدامة. إذن فالجمعيات الغير الحكومية أو المنظمات الغير الحكومية هي الأخرى لها مجالها للاشتغال، وهو محاولة توفير الحاجيات للأجيال الحالية ولكن مع الحفاظ لأجيال المستقبل الأجيال القادمة. وفي خضم هذا القلق المتنامي، سارع الضمير العالمي والوطني إلى البحث عن آلية تشاركية قصد معالجة أو تخفيف منها، إنها الجمعيات والمنظمات الغير حكومية. فما مفهوم الجمعية والمنظمة الغير حكومية؟ ما أهدافها؟ ما طبيعة الدور الفعلي للجمعيات والمنظمات الغير حكومية لتحقيق التوازن البيئي؟ على مستوى التعريف، والتعريف كما تعرفون فهو الخطوة الأولى في المنهج الجغرافي، فمفهوم الجمعية أو المنظمة الغير حكومية organisation governmental، المنظمة الغير حكومية مؤسسة يقصد بها العملية الاجتماعية التي ينعكس فيها التفاعل والاتصال الذي يقع بين مجموعة من الأفراد لغرض تحقيق أهداف وأغراض. معناه ماذا؟ وجود مجموعة من الأفراد لها هدف موحد ومعين، أهداف وأغراض معينة ذات نفع عام، ليست أهداف خاصة ولكن أهداف عامة، وهي وحدة اجتماعية مستقلة لها قوانينها وتحددها وتحكمها علاقات سلوكية. ما المقصود بمستقلة؟ أنها غير تابعة لجهة سياسية، أنها غير متحزبة. مستقلة لها قوانينها تحددها وتحكمها علاقات سلوكية بين أفراد له أهداف مشتركة غير مربحة. معناه أنه هذه الأهداف وهذه المشاريع التي تشتغل عليها الجمعية أو المنظمة الحكومية فهي ليست مربحة، ما نعرفها على مستوى العمل التعاون أو في التعاونية، فالتعاونية مربحة في حين أن الجمعية لها أهداف إنسانية عامة لكن دون الحصول على الربح، لأن من بين الشروط الأساسية للانخراط في العمل الجمعوي وهو التطوع. لكن عندما يكون الفعل تطوعي وننتظر منه الثناء أو مقابل فهذا يشير إلى بداية الحس الانتهازي، وبالتالي فالعمل داخل الجمعية فهو عمل تطوعي ولا ينتظر منه الربح، والانخراط فيكون بشكلين تطوعي وتتنوع مجالات نشاطها ثقافية اجتماعية وخصوصا البيئية، لأن البيئة الآن أصبحت تهدد المجال المعاش ليس على المستوى الوطني فقط ولكن عالميا. على مستوى البيئة التي تعتبر ضرورة ملحة للتنمية المستدامة، وبهذا فهي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني. على مستوى أنه عندما جاءت فكرة خلق
الجمعيات والمنظمات الغير الحكومية فهي برزت من خلال ماذا؟ أنها ولدت من أزمة. هذه الأزمة هي أن الدولة بشكل عام سواء وطنيا أو دوليا، أن الدولة لم يعد بمقدورها معالجة مجموعة من المشاكل، خصوصا المشاكل ذات الطبيعة والصبغة الاجتماعية، أنها لم تقدر على معالجتها، وبالتالي قد ألقت بها إلى المجتمع المدني الذي سوف يأخذ على عاتقه وتحمل المسؤولية لمحاولة معالجة وبالتالي انخراط مع الدولة في محاولة تطوير هذا الخطر وهذه المشاكل التي تحف بالدولة على مستوى هيئة التراب وهيئة المجتمع. إذا على مستوى تزايد عدد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في العالم وحتى على مستوى الوطن، عرف أن النصف الثاني من القرن العشرين تطور كبيرا في عدد الجمعيات والمنظمات الغير حكومية المشتغلة في إطار البيئة التي تتفرع مجالاتها هي الأخرى. هذا التنوع هو الكامن وراء هذا التطور، يعني أن هنا الجمعيات عرفت التطور. لماذا؟ نظرا لتنوع المجالات التي تشتغل فيها، لأنه أصبحنا نجد جمعيات تشتغل على مستوى الرياضة، جمعيات تشتغل على مستوى الطفل، جمعيات تشتغل على مستوى المرأة، جمعيات تشتغل على مستوى إعداد المجال، جمعيات تشتغل في البيئة، وبالتالي هذا التنوع لمجالات الاشتغال سيرفع من عدد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. ولمحاولة تغطية كل المجالات، مع العلم أن مجالات التلوث هي الأخرى متعددة، حتى عندما نتحدث عن مصطلح التلوث وقد أشرت إليه في الدرس السابق المتعلق بتنظيم وتدبير المجال، على أساس أن التلوث هناك تلوث بيئي على مستوى المناخ على مستوى الهواء، ثم تلوث اجتماعي على مستوى تغيير السلوكيات، ثم هناك تلوث ثقافي، وبالتالي فهناك مجموعة من الإحالات والتأويلات التي يمكن اعطيها لهذا المصطلح، وبالتالي فحمولته التأويلية فهي كبيرة. وبالتالي فهناك مجموعة من المداخل التي تشتغل من خلالها وعليها الجمعيات المشتغلة في البيئة. هذه المداخل يمكن أن تتخذ الصبغة العليا كما رصدنا ذلك في إعداد التراب الوطني، أنه توجد المجلس الأعلى الذي يترأسه جلالة الملك، ثم على مستوى أدنى وجود الحكومة، ثم على مستوى أدنى وجود الوالي، ثم على مستوى أدنى وجود العامل، إلى غير إلى أن نصل إلى أدنى ترتيب على مستوى تدبير التراب. سوف نجد مدخل يهم أصحاب القرار صياغة سياسة بيئية واضحة وشاملة، سن التشريعات الملائمة. عندما تقول شمولية فإنها تشمل جميع التراب بتعدده وتنوع خصائصه. سن التشريعات الملائمة لحماية البيئة والحرص على تنفيذها وتشجيع البحث العلمي والثقافة البيئية. معناه أن هذه الخطط، لأنه سبق أن رصنا على أساس أن سياسة إعداد التراب الوطني هي سياسة تخطيطية، يعني أنه هذا التخطيط يجب أن تنخرط فيه التدابير أو الجمعيات الغير الحكومية والمنظمات الغير الحكومية، ثم هذا المدخل هو من خلاله الذي سوف تنخرط من خلاله الجمعيات، وهو مدخل لهم الفاعلين الاقتصاديين بالقطاع العام والخاص، تخصيص جزء من الموارد لشؤون البيئة، اعتماد تقنيات ووسائل للحد من التأثيرات البيئية، التخفيف من التلوث البيئي والمساهمة في كلفة معالجة الاختلالات البيئية، ثم المدخل الثالث وهو مدخل يهم الجمعيات والمنظمات الغير الحكومية باعتبار المشاركة، لأنه سبق أن رصدنا على أساس أن سياسة إعداد التراب الوطني هي سياسة ذات مقاربة تشاركية، المشاركة في مجهودات حماية البيئة، نشر الثقافة البيئية، وهذا هو العمل الأهم لمحاولة نشر الثقافة، لأنه ممكن، لأنه كما قال جيرون مونرو وهو أحد الجغرافيين الأمريكيين، أنه ماذا قال؟ إن التهيئة هي تهيئة للعقليات قبل كل شيء، يعني قبل أن نصل إلى التهيئة على ممارستها وتدبير يجب أن نهيئ الفكر، وبالتالي هذا مكون لمن؟ مكون للجمعية، لأن هي التي سوف تعمل على تهيئة الأجيال القادمة لمحاولة تحمل مسؤولية، وبالتالي سوف أعيد هذه المقولة، إن التهيئة هي تهيئة للعقليات قبل كل شيء. قلت على أساس حماية البيئة نشر الثقافة البيئية عن طريق الإسهام في برامج التربية البيئية ومواجهة كل الأخطار التي تهدد باختلال التوازنات البيئية. هذا على مستوى التطور الذي عرفته الجمعيات بشكل عام. نعم، ننتقل إلى الأدوار. بعدما رصدنا التعريف ورصدنا ارتفاع
وتطوير هذه الجمعيات سوف ننتقل الى ادوار وعمل الجمعيات والمنظمات غير الحكوميه المهتمه بالشان البيئي. سوف نجد على مستوى اهم الجمعيات والمنظمات غير الحكوميه البيئه نجد منظمه السلام الاخضر لحمايه البيئه والسلم، وهي منظمه تطوعيه غير حكوميه ممتله في 40 دوله باوروبا. عندما نتحدث انها ممتله في 40 دولة، هذا سوف يوضح على أساس أن عدد المنخرطين هو الآخر سوف يكون مرتفع يتجاوز 3 مليون منخرط، وأغلب الدول ليس فقط في أوروبا بل في أمريكا الجنوبية والشمالية. وتهدف أي من أدوارها والمجالات والمهام التي تشتغل عليها أنها تهدف إلى حماية البحار والغابات والمحافظة على الموارد والثروات الطبيعية والحد من الأسلحة النووية، خصوصا الأسلحة النووية التي تشكل خطرا على مستوى الحياة الإنسانية والحياة البيئية بشكل عام، ثم التخلي عن استعمال المبيدات الكيماوية السامة. لهذا اتخذت مصطلح السلام الأخضر. ثم نجد المنظمة العالمية لحماية الحيوانات البرية، وتهتم بحماية جميع أنواع الحيوانات البرية وخاصة المهددة بالانقراض والمساهمة، أي عندما نتحدث المهددة بالانقراض أي المحافظة على النوع والمساهمة في إنشاء محميات طبيعية للحيوانات. معناه عندما نتحدث عن إنشاء محميات أي إعادة الإنتاج حتى يتبقى هذا النوع من الحيوانات التي تعرفه سوف تعرف الانقراض سوف يكون مستمرا على مستوى الحياة الطبيعية، في إنشاء محمية طبيعية للحيوانات البرية وحماية الغابة كوسط طبيعي للحيوانات البرية من التضرر. نعم، بعض الشبكات الجمعوية البيئية خصوصا على مستوى أو الغير الحكومية، سنجد شبكة جمعية غير حكومية تهدف إلى التقليص والحد من استعمال المبيدات السامة بالبحث عن وسائل بديلة، أي إن كانت على مستوى مثلا نأخذ مثال على مستوى الفلاحة، سوف نجد على أساس استعمال المبيدات يمكن أن نعوضها ب طريقة أخرى. عندما نحاول أن نبحث عن استنباط وتثبيت الأزوت مثلا في الأرض يمكن أن نستعمل التناوب الزراعي، خصوصا في مشارات يمكن في هذه السنة نقوم بزراعة القمح، لكن في السنة المقبلة يمكن أن نقوم بزراعة القطن، إما الفول أو الحمص أو الجلبان، لأن هذه المزروعات تعمل على تثبيت الأزوت في الأرض بطريقة طبيعية وليس بطريقة كيماوية، مع العلم أن الطريقة الكيماوية تساعد في تطوير التربة بالإضافة إلى تطوير الفرشة المائية الباطنية. وبالتالي قمت بالبحث عن وسائل بديلة غير ملوثة وسن قوانين لضبط تطور استعمال الهواتف النقالة. معناه أن الهاتف النقال والآخر أصبح يشكل خطرا خصوصا عندما يستعمل في استعمالا سلبيا أو في استعمال غير لائق هذه الهواتف النقالة لتجنب أخطارها على الصحة وضبط المناطق التي تعاني من حدة التلوث، لأنه دائما ارتباطا بالهاتف فالهاتف له حق مغناطيسي، وهذا الحق المغناطيسي يمكن أن يأثر بشكل غير مرئي على مستوى الأذن مثلا من خلال كثرة الاستعمال أو استعمال غير لائق خصوصا فيما يعرف بلعبة الفري فاير. ثم على مستوى التلوث الضوضائي أي الضجيج الذي يستعمل، وبالتالي نجد مجموعة من الجمعيات تشتغل في هذا الإطار وتعمل على محاولة تنظيم مثلا السير واحترام المجالات الموجودة والمنشآت خصوصا الصحة على مستوى المستشفيات، يجب احترام هذه المنشآت الاجتماعية واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من حدته ومنع انتشار جميع الأعضاء المعدلة جينيا المضرة بصحة الإنسان وبيئته. وهنا عندما نتحدث عن التعديل الجيني نذهب إلى مثلا على مستوى التشبيه الذي يشكل خطرا على مستوى صحة الإنسان. بعض الإنجازات للجمعيات والمنظمات غير الحكومية سوف نجد في محاولة من أجل إعادة التوازن البيئي وتحقيق التنمية المستدامة، سوف نجد شبكة التنمية البيئية بالمغرب. تأسست هذه الشبكة المغربية للبيئة والتنمية المستدامة خلال الندوة التحسيسية المنعقدة بالرباط في 20 أكتوبر 2001. هذا لا يعني عندما نذكر هذا الرقم أنه في 2001 ظهر المجتمع المدني، في حين أن المجتمع المدني له إرث تاريخي، لكن هذه الشبكة هي التي تأسست سنة 2001، وبالتالي سوف تعرف مجموعة من التطورات ابتداء سوف نصل إلى غاية
2005 ثم 2007 ثم 2013 الى ان وصلنا الى 2016 حيث شاركت هذه الشبكه الجمعويه لتنميه البيئه في المؤتمر المناخ الذي تم انشاؤه وعرضه بمراكش. قلت على اساس في اطار التحضير للمنتدى العالمي حول التغيرات المناخيه المنظم تحت اشراف الامم المتحده بمراكش تسعى الى حمايه البيئه من المخاطر التي قد تهددها والعمل على تكوين وتاثير اعضاء الجمعيات ذات البعد التنموي وعقد اتفاقيات الشراكه والتعاون مع المؤسسات والجهات المعنيه. هذا على مستوى هذا الجدول ويوضح لنا التوزيع الجغرافي للجمعيات بشكل عام، ليس فقط الجمعيات البيئيه ولكن بشكل عام، لكن يتضح على اساس ان يوضح لنا هذا الجدول على اساس ان مدينه البيضاء والرباط والبيضاء ثم سوس هي التي تحصل على اكبر عدد من تواجد تاسيس الجمعيات، مثلا الرباط 15%، البيضاء 14%، ثم 13% على مستوى سوس، في حين نجد في مراكش مثلا 6%، وهذا الاحصاء يعود الى سنه 2007 خذ من المصدر وهو مرشد المواطن. اذا يتبين من خلال الجدول على اساس ان التوزيع الجغرافي للجمعيات فهو توزيع متباين تسيطر فيه المجال الحضري مقارنه مع المجالات القرويه، وهذا يشكل عبئا على مستوى تدبير مجموعه من المجالات المتعلقه بالبيئه خصوصا في المجال القروي. هذا على مستوى بعض المنجزات. تطرقنا الى بعض المنجزات على المستوى الدوليه، نجد منجزات الجمعيات غير الحكوميه بالمغرب في المجال البيئي. بارزت جمعيات عديده انشطتها وطنيا ومحليا، الا انها ظلت منحصره في تنظيم حلقات دراسيه وايام مفتوحه للتوعيه وغيرها، الا ان العمل الجمعي ما زال يعرف تغيرات وسلبيات ناتجه عن اسباب يمكن ان نرصدها بعدما نوضح على اساس ان العمل الجمعوي كما رصدنا سابقا في بدايه الحصه على اساس انه تطوعي، وعندما نقول تطوعي لا نرجو منه مقابل، في حين ان العمل الجمعوي اذا رجعنا الى عابد الجابري يقول على اساس ان العمل الجمعوي فهو رهان المستقبل للدخول وتحقيق الديمقراطيه. فالعمل الجمعوي هو رهان المستقبل بشكل موضوعي لمحاوله تحقيق الديمقراطيه. وفي نفس الاطار سوف نجد ان سعد الدين ابراهيم هو الاخر يقول على اساس ان استنباط واستزراع الديمقراطيه في بلد كيفما كان او في تربه بلد ما لا يتوفر على مجتمع مدني لن تعيش هذه الديمقراطيه. لماذا؟ لانه لا يوجد المجتمع المدني، وحتى وان عاش سوف تعيش بماذا؟ بطريقه اصطناعيه الى ان تتالف مع الجسم الاجتماعي، وحتى وان تالفت مع الجسم الاجتماعي يجب ان ينخرط فيها المجتمع المدني. وبالتالي قلت على اساس ان هناك مجموعه من الاكراهات التي تقف امام العمل الجمعوي، نجد تمركز النشاط الجمعي في كبريات المدن كما رصدنا من الجدول السالي الذكر، تمركز قلت النشاط الجمعوي في كبريات المدن كالرباط والدار البيضاء، انحصار عضويه غالبيه الجمعيات في عدد ضئيل من الافراد، يعني انه عندما نتحدث عن العمل الجمعوي التطوعي فهو نكران للذات، يجب ان تكون لك هذا الحس على اساس انه يجب ان تنكر ذاتك لمحاوله تحقيق مجموعه من الاهداف لصالح الافراد او افراد المجتمع بشكل عام. وهذا نرصده الان ونحن بصدد هذه الجائحة التي عمت أرجاء العالم ولم تستثني المغرب والآخر، انخرطت الجمعيات هي الأخرى في محاولة تدمير، يعني الجمعيات برمتها ليس فقط البيئية، الجمعيات برمتها انخرطت في هذا لمحاولة تتويق هذا الخطر بمحاولة المساعدة والتضامن وإرجاع مجموعة من السلوكيات، وبالتالي فالعمل الجمعوي الهدف منه وهو خلق التضامن. ثم هناك ضعف التنسيق الفعال بين الجمعيات وعملية التواصل من جهة، وبين الجمعيات والجهات المعنية الأخرى من قطاعات إدارية، يعني أنه عندما رصنا في سياسة إعداد التراب الوطني على أساس أن العملية
فهي تخطيطية وتشاركية يجب التنسيق ما بين هذا التدبير الترابي على مستوى الحكومة، على مستوى الولاية، على مستوى العمالة، ثم على مستوى الأقصى ترتيب وهو الباشوية أو البلدية، ثم المجال القروي حيث يتواجد القائد أو الخليل أو الخليف. قلت وهذه سلطات محلية وجماعات منتجة. وختاما يمكن أن نرصد على أساس أن العملية أو الانخراط في العمل الجمعوي الأهداف المرجوة منه أن النهوض والمساهمة في المشاريع التنموية لا يمكن أن تتم دون مشاركة الجمعيات. وهنا يمكن أن نرصد من خلال إحدى الخطب لجلالة الملك محمد السادس عندما قال إن المجتمع المدني أصبح شريكا لا محيد عنه. إن المجتمع، وهذا المقولة من إحدى خطب الملكية، إن المجتمع المدني أصبح شريكا لا محيد عنه، تتم دون مشاركة الجمعيات ولا سبيل للمضي في ذلك وخلق حالة من التعبئة القوية لمجموع القدرات والطاقات إلا بترسيخ القيم المواطناتية وتعزيز السلوك الديمقراطي داخل هذه الهياكل. وسبق وان تحدثنا كيف رصد ذلك عابد الجابري داخل هذه الهياكل الجمعويه الا بترسيخ التربيه البيئيه. وهذه هي المهمه، ترسيخ التربيه البيئيه عن طريق الفعل الجمعوي. فهناك اذن علاقه متعديه ما بين الفعل الجمعوي، لان سبق وان تحدثنا على مستوى التعريف، فهذا التعريف ليس من يحدد التعريف، هو الفعل. فالفعل الجمعوي هو الذي يحدد مفهوم الجمعية عن طريق الفعل الجمعوي وتدريب الأفراد لتحمل المسؤولية. إلى غاية هنا انتهت الحصة، والسلام عليكم.